على عناصر الاتحاد التي تحسن اللعب فوق أرضية ميدان جميلة مثل هذه. سيكون أداءها والأردن منتخباتها طبعا ويشرف على فريق اتحاد العاصمة. ويقال في الأوساط نصير عبد اللطيف النصير كرة أخرى في العمق بحثا عن صلاح الدين السعيدي. الشوط الأول ها هو الشيء الذي كان قريب من الحصول وحصل لحد الآن. وليد الكرتي يفتح مجال التسجيل في الدقيقة 26 من عمر هذه المباراة بعد هذا الهدف. لن نلعب ضربات الترجيح بعدما سجل فريق الوداد هدفه الأول، ولكن الأمور لم تحسم بعد والمباراة لم تنتهي بعد، والاتحاد حظوظه ما تزال قائمة لأن نتيجة 0-0 في لقاء الذهاب هي نتيجة طيبة للوداد. في 26 دقيقة الأولى من عمر الشوط الأول كان أفضل وأكثر إصرار. أخرى عيب كبير وخطأ فادح في دفاع الاتحاد. الرقابة التي كنت أتحدث عنها في الشوط الأول ما زالت مشكلة الاتحاد ومشكلة الكرة الجزائرية في الكثير من النوادي. وحده جاي من بعيد طلع فوق الجميع يتفرجوا عليه، هو صاعد حطها في الزاوية اليسرى لمرمى محمد لامين زماموش. من كرة ثابتة الوداد يسجل جول ثاني في مباراة نصف نهائية. الرقابة التي يجب أن تكون لسيقة في الركنيات وفي الكرات الثابتة مثل هذه. جاء من بعيد وصعد فوق الجميع أشرف بن شرف. فيها مرمى الوداد هدف في دوري أبطال إفريقيا على ميدان هذا الموسم. جول بشق الأنفس، جول بعد جهد جهيد. يعود الأمل لعناصر الاتحاد في وقت سيحدث التغيير. هاي اللعبة الرائعة من أمير سعد الخلف. ما زال دقيقتين، كرة أخرى وضعي تسلل 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 بن شرقي ويسجل جول. بن شرقي ويسجل جول، هدف ثالث في الدقيقة 92 من عمر المباراة. 3-1 صارت النتيجة. يصنع الفارق بن شرقي بثنائية، نعم بثنائية. قبل قليل كنت أقول بأن الوداد يستحق أيضا الفوز، وقبل قليل منذ انطلاقة المباراة وأنا أتحدث عن الرقابة اللصيقة، المهاجمين تاع الوداد يجدون سهولة في مراوغة اللاعبين الجزائريين وفي التوغل وفي التمرير. معليش لعبتوا مباراة كبيرة اليوم، المهم أفضل من المباراة الأولى. المجهود كان حاضر، الاختلالات أي نعم موجودة عند اللاعبين الجزائريين في الرقابة اللصيقة التي كلفتهم 3 أهداف.